إن من ضعف اليقين يعني الإيمان، اليقين هو كمال الإيمان، الإيمان الكامل، أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. هذا لأن الإيمان ضعيف، فإن أرضيت الناس مع أنك تعرف أن في رضاهم سخط لله عز وجل، إما أن تتنازل عن شيء من طاعة الله أو تركب شيء من معاصي الله، فساد مالي أو إداري أو غيره، لأجل أن يرضى فلان أو فلان، أو تنافق أو تتكلم في فلان وفلان بالنميمة أو الغيبة لأجل أن يرضى فلان، لأجل أن أحصل على ترقية، لأجل أن أحصل على كذا، فكل محرم وكل إيثار للدنيا على الآخرة، وهذا فيه إسخاط لله عز وجل، لا يجوز. يجب على المرء أن يكون حازم في هذا الموضوع، حازم مع نفسه، لأنك يوم القيامة ستحاسب لوحدك. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. كل واحد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد سيحاسب لوحده، ستحاسب لماذا عملت كذا. تقول والله لأجل أن أحصل على الترضية، لأجل أن فلان فلان ما يرضى إلا بهذه الطريقة، ما يقبل لهذه الطريقة. هو سيحاسب على ذلك، لكن أنت ستحاسب على عملك هذا. هل هذا يرضي الله؟ لا، ما يرضي، يسخطه. لماذا تعمله؟ ارتكبت محرما ستعاقب عليه، حتى لو كان فلان مخطي هو سيحاسب، لكن هذا لا يعفيك، هذا لا يعفيك أنت. فيجب أن تراقب تصرفاتك أنت، لا ترضي الناس في سخط الله أبدا أبدا مهما يكن، لا ترضي مخلوقا في سخط الخالق مهما يكن. ولا تقل إن الدنيا انسدت عليه، لا، سيجعل الله لك فرج، لكن اتكل على الله واصدق واصبر. أما أن تريد الفرج في أول الأمر، لا، يجب أن يمر بك الابتلاء، فسيمر بك الابتلاء والتضييق وبعض الأذى، وربما تؤذى أذى أكثر وأعظم، حتى يمتحنك الله، ثم تخرج نقيا طهورا، ثم ما تلبث أن تجد الناس ترضى عنك. لماذا؟ لأن الله رضي عنك، علم ما في قلبك وعلم لماذا عملت ذلك.